السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم. هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبين، هذا الشهر المذكور في القرآن الكريم، هذا الشهر المذكور في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى أصحابه وأحبابه وذريته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الشهر الفضيل فيه الرحمات والبركات والنفحات، فيه التسامح. هنيئا لمن لقي ربه في هذه الليلة. قد صلينا العصر اليوم على امرأة طيبة نحسبها كذلك الله حسبها فرحمة الله عليها. وكم من مسلم ومسلمة كان يقول أنه سيدخل رمضان وسيفعل كذا وكذا، وسيتزوج الأولاد وستنجب الإبنة وسيفرح معهم، ولكن لقي ربه قبل حلول رمضان في هذه الليلة المباركة، فهنيئا لهم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين ولوالدينا، آمين. أما بعد، فهذه الليلة هي أول ليلة من رمضان لعام 1445 هجرية، لعام 2024 ميلادية. هذه الليلة سيبدأ فيها صلاة التراويح الإمام، إمام التراويح، سميت بالتراويح لأنه يروح على المسلم ركعتين 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 ركعتين، ثمان ركعات. وكذلك يصلي المسلم ثلاث من بعدها وهو الوتر، فتصبح 11 ركعة، وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوا الفرصة في هذه الليلة كما ضيعنا عدة فرص في هذه السنة، سنة كانت فيها كثرة الهموم والأمراض والغموم والأسقام والأوجاع، فنسأل الله العافية. جاء عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، العباس دلني على دعاء لا أسأل بعدك أحد. قال: سل الله العافية. ثم جاء مرة أخرى فقال: يا رسول الله دلني على دعاء عظيم لا أسأل أحدا بعدك. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فأعظم شيء وهو العافية. وكذلك تعلمون حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأعظم شيء في هذا الوجود هو العافية. وقد ذكرناكم في حديث وفي فيديو سابق نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هما من النعم نعمتان: الصحة والفراغ. لا بد إذا ذكر الإنسان الصحة أن يقول: وتقوى الله، لأن فراغك هو عند ضياع ذلك الوقت، فراغك هو عند اغتنام فرصة الوقت. فالعافية هي أعظم شيء يسألها المسلم. فأعظم خير كذلك في هذا الشهر الفضيل هو إياك ألا تقرأ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله تعالى سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
والله تعالى أنزله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم سبحانه أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. فهذا القرآن نزل في رمضان، فإياك أن تضيع الفرصة لختمه ولو مرة واحدة في هذا الشهر المبارك. افتح الصفحات، افتح كلام الله، وطهر قلبك وطهر نفسك وروحك، وابتعد عن النميمة والغيبة فإنها تبطل أجر الصيام. ابتعد عن شهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل، إنه يضيع أجر الصيام. ابتعد عن النفاق، ابتعد عن نعوذ بالله من الغدر، ابتعد عن الخيانة، ابتعد من الظلم فإنه يبطل أجر الصيام. فعليك بالتسامح، عليك بالمحبة، عليك بالرحمة، وادعو لإخوانك في غزة بالنصر والتمكين والمحبة، وادعو على الكفرة واليهود الغاصبين بالدمار الشامل في هذا الشهر المبارك. قول آمين، وادعو لإخوانك الذين هم جانبك بالهداية. وهذه الفرصة كما قلنا سابقا أن تبتعد من التدخين والتخدير وكل ما يدمر العقل ويدمر القلب ويدمر البدن. الله تعالى حرم الخبائث وأحل لنا الطيبات، فعليكم بالابتعاد عن هذه الأشياء حتى يتنقى الهواء وتتنقى رئتك ويتنقى جسمك ويطهر عقلك وبدنك من بعد شهر رمضان بشهرين. سيرجع إن شاء الله العقل إلى طبيعته، لأن في الطب 3 أشهر يرجع العقل إلى طبيعته إن ابتعدت عن المخدرات. فاللهم يا رب الأرض والسماوات اهدي أهل المخدرات وأهل الفسوق والفجور وأهل النفاق وأهل الخبث والخبائث من المسلمين والمسلمات، اللهم اهدهم يا رب العالمين. ومن النصائح أيضا هو صلة الأرحام في هذه الليلة، ولو هاتف، ولو اتصال، ولو كلمة، ولو رسالة في التواصل الاجتماعي. مبارك عليكم الشهر، سامحونا، بارك الله لكم. وهكذا من التبريكات والدعوات، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويهدينا صراطه المستقيم. وكما قلنا إن شاء الله